كما قام أبناء حي النهضة بالعاصمة صنعاء مجلس عزاء للشهيد أحمد إبراهيم المزجاجي الذي كان يؤدي واجب العزاء في الصالة الكبرى. أجواء حزينة شهدتها منطقة حي النهضة لوداع الشهيد العقيد أحمد إبراهيم المزجاجي الذي استشهد بمجزرة العدوان السعودي في القاعة الكبرى السبت الماضي. هذا الرجل كان بالنسبة لنا سراجا منيرا، نحن لدينا مجلس حي أشاد به المرحوم أيضا عبد القادر هلال الشهيد. تجربة رائعة كانت في أمانة العاصمة مجلس حي النهضة، وكان يشغل أمين عام المجلس، وكان بمثابة الدينامو المحرك لهذا المجلس. أحباء ورفاق درب الشهيد المزجاجي جاءوا للمشاركة في وداعه، مؤكدين أنهم ماضون في دربه في الدفاع عن حياض الوطن وسيادته وكرامته. رسالتي أن عزائمنا مهما قصفتم ومهما أخذ منا من الشهيد فكلها لأجل اليمن، وسنقدم الغالي والنفيس لأجل اليمن. المشاركون في العزاء أشادوا بمناقب الشهيد وأدواره الوطنية من خلال أعماله ومهامه التي كلف بها، سواء كانت الميدانية أو الاجتماعية، وخصوصا على مستوى الحي الذي يقطنه. هذا الشهيد كان الأمين العام لمجلس الحي، كان يتفقد أحوال الناس، كان يساعد الضعفاء سرا، كان يسعى لإصلاح الشأن عند أي خلاف في هذا الحي. الشهيد المزجاجي واحد من ضمن كوكبة أبناء الوطن الذي استهدفهم العدوان، وأثناء تأدية واجب العزاء ستظل ذكراه جميلة في نفوس اليمنيين، والخزي والعار ستلحق بالعدوان ومرتزقته. محمد العنتري، اليمن اليوم، صنعاء. أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش